فيكم. تمارين يومية ممكن نسويها عشان تزيد مرونة عضلاتنا ومرونة فقراتنا ومفاصلنا. هذه التمارين تساعد على تدفق الدورة الدموية وتزيد مرونة عضلاتك عشان تقلل من التشنجات المزمنة اللي ينتج عنها تأثير على مفاصلك أو على فقراتك. أول تمرين ممكن نسويه لأسفل الظهر، أحاول أسحب وأثبت 10 ثواني وأريح. نفس الشيء أوجد واحدة 10 ثواني وأريح، وأوجد معاكسة 10 ثواني وأريح. التمرين الثاني أحاول إني أسوي إطالة للعضلات جانبي الرقبة، أثبت 10 ثواني وأريح، 10 ثواني وأريح 10 مرات. الأكتاف 10 ثواني وأريح، 10 ثواني وأريح 10 مرات. بعدين ظهري للخلف 10 ثواني وأريح، بعدين الجانبي 10 ثواني وأريح، الجهة المعاكسة 10 ثواني وأريح. هلا وسهلا، مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم. أحد المراجعين يعاني من صداع فترة 4 سنوات، فحوصاتها سليمة وكل شيء سليم. هذا الصداع ناتج عن تشنج عضلي في منطقة عضلة لوح الكتف اللي يسمونها الليفيتر سكابيولا. تكونت عقدة عضلية، يقول كنت أعاني من شدود عضلية في كتفي، يقول أسوي مساج يخف الصداع علي ثم يرجع أقوى مما كان. ليش؟ لأنه عنده تشنج عضلي ضاغط على الأعصاب، فإذا فكيت العضلة بطريقة عشوائية وما تعرف الأناتومي حقها لعلم التشريح، ممكن تضغط على أعصاب فتزيد المشكلة. لابد مختص يعالج هذا الشيء، يقلل من التشنجات العضلية، يروي العضلة بالدورة الدموية بالعلاج اليدوي وتمارين الإطالة والكمادات الدافية. إهمالك لهذا الشد راح يحول الموضوع إلى صداع جانبي مزمن يأثر على حياتك، على عملك، على نومك. حله بالعلاج اليدوي وتمارين الإطالة والتقوية.